يعني يشير الشيخ إلى أن بعض الناس صحيح يأتي للصلاة في ملابس قد تكون متوسخة، قد تكون ملابس مشهورة أنها مثلا للرياضة أو للنوم. يا أخي استعد للصلاة، البس أحسن ثيابك. لازم نحن اليوم في هذا العصر، النعم منتشرة الحمد لله، ملابس منتشرة ومتوفرة، البس لباس طيبة نظيفة، يعني تطيب تبخر حتى ما تؤذي الملائكة، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حتى ما تؤذي المصلين. يعني تعال إلى الصلاة وأنت متهيئ لها، ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا ينطبق حتى في البيت، يعني حتى في البيت إذا أردت أن تصلي البس ثياب ساترة طيبة نظيفة. نعم.